أقول على الشركات التي تبع فرص نقول لا أقول لا يجيش على ذلك الجهاز فهذا هو ذلك أقول على مشروع تحملات في السويس الواقع المعارضون الممتنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. انعقدت اليوم بحمد الله وبتوفيقه دورة ماي 2019 لمجلس جامعة فاس. هي دورة عادية، كانت فرصة للمناقشة والتداول والمصادقة على مجموعة من القرارات. تميزت أساسا هذه الدورة ببرمجة فائض السنة الماضية، وهو ما تمت برمجته من أجل تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات أو مجموعة من المشاريع تهم تهيئة هذه الطرق بمدينة فاس، تهم تأهيل مجموعة من المرافق على مستوى مدينة فاس كمسبح الحسن الثاني، كمخيم الحضري للمرجى، وكذلك تأهيل الملحقات الإدارية من أجل توفير الخدمات الملائمة للمواطنين والساكنة، بحيث غادي نعملوا على انه على الاقل في كل ملحقه نديروا واحد، في كل مقاطعه نديروا واحد الملحقه اداريه نموذجيه لتوفير الخدمات والاستقبال اللائق بالساكنه. مع هذا تمت المصادقه على مجموعه من الاتفاقيات ودفاتر التحملات. الاتفاقيه الاولى هي اتفاقيه شراكه مع وزاره الاسره والتضامن حول توفير الولوجيات للاشخاص في وضعيه اعاقه بمدينه فاس. غادي يكون واحد البرنامج اللي هو غادي تعطينا الوزاره الدعم والتاطير اللازم من اجل العمل على توفير هذه الولوجيات. ثم هناك مجموعه من دفاتر التحملات، الاولى تهم قطاع المخابز وصنع الحلويات من اجل ان نؤهل هذا القطاع من حيث التوفير ديال السلامه الصحيه والسلامه لا ديال العاملين في هذا القطاع ولا ديال المواطنين اللي تيستافدوا من الخدمات المهمه ديال هذا القطاع. ثم من اجل يعني اكمال الترسانة القانونيه ديال التاطير ديال التجزئات وديال التاطير ديال التعمير بمدينه فاس، تمت المصادقه على دفتر التحملات يهم كيفيه تاهيل البنايات والواجهات الخارجيه للبنايات الجديده وللبنايات في طور الترميم، باش نعالجوا مجموعه من الاختلالات اللي تيلاحظوها المواطنين سواء في العلو ديال الرصيف، سواء في الغياب ديال الولوجيات، سواء في عدم يعني الاهتمام بالواجهه الخارجيه وبالجماليه ديال البنايات، او ما يتعلق ببعض الاختلالات على مستوى المساحات الخضراء وعلى مستوى الولوجيات. كذلك على مستوى يعني التعاون الدولي تمت المصادقة على اتفاقيتين، اتفاقية هي اتفاقية ملحقة لاتفاقية التوأمة التي تجمع منذ سنة 1982 بين مدينة فاس وبلدية القدس الشريف، وهذا الملحق تحدد واحد المجموعة ديال الأنشطة اللي غادي تنظم في إطار هذه الاتفاقية ديال التوأمة، من ضمنها تنظيم أسبوع ثقافي ديال القدس الشريف بمدينة فاس. ثم الاتفاقية الثانية هي الاتفاقية اللي مع مدينة أنتيغوا من غواتيمالا في إطار العلاقات اللي تدعم بطبيعة الحال العلاقات بين المدن التي تدعم القضايا ديال الوطن ديالنا وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى. ثم في الأخير تميزت هذه الدورة بأول عارضة تقدمها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني. أولا هذه أول عارضة التي عرضت على المجلس للتداول في إطار تنزيل الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني اللي كاين في القانون التنظيمي ديال الجامعات. ثم ثانيا هذه العارضة هي مهمة من حيث أنها نصبت على واحد الموضوع اللي هو مهم، هو الموضوع ديال معالجة النفايات. مدينة فاس الحمد لله هي مدينة رائدة فيما يتعلق توفير مطرح عمومي بمواصفات عالية من أجل طمر النفايات، ولكن كاين شق آخر، كاين جيل جديد من المطارح العمومية هو اللي تنشتغلوا عليه بتعاون مع وزارة الداخلية ومع وزارة التنمية المستدامة، من أجل بالإضافة للمعالجة ديال النفايات يكون التثمين ويكون الفرز ويكون يعني واحد المطرح في مستوى جديد. فهذه هي خلاصة هذه القرارات. ما طبع هذا الاجتماع هو
المستوى العالي من المسؤولية ومن النقاش ومن الإيجابية من مختلف المشارب السياسية المكونة لهذا المجلس، لأنه في الأول والآخر الذي يجمعنا هو مصلحة هذه المدينة، هو المناقشة من أجل أن نصل إلى أحسن المبادرات وأحسن القرارات التي تخدم ساكنة المدينة. السلام عليكم ورحمة الله.